يا هلا بالطش والرش والبيض المفقش. أهلا وسهلا فيكم أعزائنا وأهلنا المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات مجلتكم السعودية، حياكم الله. أعزائي المشاهدين، اليوم نتأمل من إنجيل متى إصحاح 26 الآية 65. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد إلى الشهود، ها قد سمعتم تجديفه. هذه الآية تتكلم عن رئيس الكهنة وهو جالس يقاضي الرب يسوع المسيح تبارك اسمه. هو أصلا قاعد يتهم الرب يسوع المسيح ويحاكمه ظلما وبهتانا. فإيش اللي صار؟ مزق رئيس الكهنة ثيابه أثناء محاكمة الرب يسوع المسيح، يعني شق ثيابه. المعروف أن ثياب الكهنوت ما تنشق، ثياب الكهنوت مصنوعة تقريبا من نفس الخامة اللي يصنع منها البشت الحساوي، يعني خامة. وتلاقي وصفة ثياب الكاهن موجودة في سفر الخروج الإصحاح 39 الآيات 22 و23، وهذه الآيات تقول: وصنع جبة الرداء صنعة النساج كلها من إسمنجوني، وفتحة الجبة في وسطها كفتحة الدر، ولفتحتها حاشية حولها لا تشق. إذن كان الرب يقول أن ثياب الكهنوت ما تنشق. فلما الكاهن شق ثيابه يعني أنه خلاص ما هو بكاهن، لأن الكاهن يمثل المسيح. فلما يجي الأصيل اللي هو المسيح ينتهي دور الوكيل اللي هو الكاهن، مو كده؟ طيب، من جهة تانية تلاقي أنه ثياب المسيح محمية من الشق. اسمع هذه الآية: ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون. يوحنا 19 الآيات 23 و24. بتقسيم ثياب المسيح واقتراعهم عليها تتحقق نبوءة داود في المزمور اللي يقول: يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، مزمور 22. ولما تشق الكاهن ثيابه يعني ما عاد هو بكاهن، وأصبح الرب يسوع المسيح اللي ما نشق قميصه صار هو كاهننا إلى الأبد. إذن زال الكهنوت الهاروني بشق ثياب الكاهن، وبقي الكهنوت الملكي الصادق كهنوت المسيح الأبدي. لكن هناك ملاحظة: قميص المسيح اللي هو رمز الكهنوت مش على جسد المسيح الآن. ليش؟ وين هو في هذا القميص؟ واضح أنه المسيح تبارك اسمه أعطاه لك علشان تنستر بعد ما تعرى من أجلك، وتستدفئ بعد أن برد هو من أجلك، وتتبرر به بعد ما حمل هو ذنوبك على الصليب. لاحظ أن الرب يسوع المسيح كان بين لصين وناس قاعدين يقامرون وهم يقترعون على قميصه، وخلفه مكب النفايات والنجاسات والمطالبين بصلبه، هم الخطاة. هدول الناس المسيح جاء ومات من شانهم. فهل أنت تروح لهدول الناس مثل ما فعل الرب يسوع المسيح؟ من ناحية أخرى،
إذا أنت معتبر نفسك من هدول الناس الخطاة فابشر، المسيح جاء علشانك، علشان يخلصك، علشان يشيلك معه للسماويات. يا جماعة الخير، هذه التأمل حاسس أنه مكتوب بروح الله ومن قلب الله لقلبك مباشرة. فأرجوكم تعالوا وشاركوني بهذه الصلاة، ونصلي مع بعض بروح واحدة، ونقول: أيها الآب، أب السماء، سيد السماء وسيد الأرض وسيد الكون كله، يا سيد العظيم، أنت جيت عشان الخطاة، عشان المقامرين، عشان اللي فيه النجاسات، وعشان البشر كلهم. أنت جيت عشانهم يا رب. عطينا أنه نشوف الناس بعيونك، نشوف الناس بعيونك، نشوف أهلنا وربعنا ونخاف عليهم ونحبهم مثل ما أنت حبيت البشر يا رب، ومت لأجلهم. يا سيد العظيم، أعطينا هذا القلب، أعطينا هذه المحبة، أعطي كل نفس تسمع هذا القلب. يا سيد العظيم، ويا واحد خاطئ ولا هذا يا رب يعرف أنه أنت جيت عشانه ويروح مبرر فرحان أنه قبلته وخلصته. أحط بلدي يا رب، وأحط كل نفس تسمع وكل البلدان، وأخص شعبي يا رب السعودي من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. أرسم صليبك على هذه البلد يا رب. يا سيد العظيم، خلص هذا الشعب، أنت جيت وانصلبت عشانهم، فخلصهم وفرحني بخلاص شعبي بالمسيح يسوع. آمين. من لي سواك في عشرتك القضمان، من لي
سواك أبكى معاك. يسوع سر بهجتي صرت إلي كل دنيتي. يسوع سر بهجتي صرت إلي كل دنيتي. كل غاية منيتي عيش برضاك. خلني معاك خلني معاك. اسكن معي يا سيدي اسكن معي. وزدني سعي زدني سعي. مثلك وبك انا اقتدي. زدني سعي ليلي نراك. يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي. يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي. كل غاية منيتي عيش برضاك. خلني معاك خلني معاك. السجود ليك السجود ربي يسوع انت الملك. ليك السجود روحك يسود روحك يسود. روحك يسود ويمتلك روحك يسود. كما في سماك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي. يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي. كل غاية منيتي عيش برضاك. خلني معاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك. اقبلني بك التحد خلني معاك. اتبع خطاك اتبع خطاك. وما بي غيرك احد اتبع خطاك. انت الطريق وانت لي الحق. الحق والحياة اوفى صديق. باب قلبي داك وما له مصلحة. خلني معاك.
حياكم الله مرة أخرى. اليوم نتكلم عن قضية مضحكة شوية اسمها حوار الأديان. فعلا أنه شيء مضحك أنه نتكلم عن حوار الأديان من عام 2001، يعني من أيام 11 سبتمبر، والآن بعد أكثر من 15 سنة والحال مثل ما هو. إذا كنت يا خادم الحرمين من جدك تبي تسوي حوار أديان، يا ريت نشوفك تفتح كنائس للأعداد الضخمة من أخوتنا المسيحيين اللي يشتغلون في بناء بلادنا ويساعدوننا في تقدم بلادنا وعمرانها. كيف تتكلم عن حوار الأديان وانت مش قادر تعطي العمال المسيحيين أبسط حقوقهم وهو بناء كنائس عشان يتعبدون ربنا؟ واضح انه المتشددين الإسلاميين للأسف مسيطرين عليك يا خادم الحرمين وما لك كلمة عليهم. ترى انتبه لنفسك، الناس ممكن يتعاطفون مع المتشدد أكثر منك ويخلعونك. الناس بطبعها يبون الحاكم القوي اللي يحميهم ويدافع عنهم، فهذه فرصة ذهبية لك علشان تكسب ود الشعب. وغير اسمك مرة تانية، أطلبها منك، ترى غير اسمك من خادم الحرمين إلى خادم الشعب. خادم الشعب يعني خادم الشعب، سواء كان هذا الشعب مسيحي أو سني أو شيعي أو إسماعيلي أو ملحد أو أي شيء. لازم أنت تكون على خط واحد من الكل، تحب الكل وتدافع عن الكل يا خادم الحرمين. يعني ويا ريت تصير خادم الشعب. هل تتخيل كيف حتكون ردة فعل الشعب بعد ما تغير اسمك إلى خادم الشعب؟ غير لقبك اليوم وكون خادم الشعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وشوف، أعطي الشعب فرصة أن يعطي ما لله لله، علشان تتاح لك أنت فرصة أن يعطوا ما لقيصر لقيصر حسب متى 22:21. يا جماعة الخير تعالوا مع بعض ونصلي هذه الصلاة. يا رب يا يسوع، نحط هذا الأمر أمانة بين يدك يا سيد العظيم. شكرا يا رب أنه أنت أعطيتنا فرصة أنه نصلي يا رب، ونطلب أنه تغير قلوبنا وتغير أفكارنا وننظر للأمور بشكل مختلف. أعطي حكامنا نفس النظرة، أعطينا حنا بعد نفس النظرة، فحاطين هذه الأمور كلها يا رب بين يديك الأمينة الذي لا تضيع الأمانات، باسم يسوع المسيح الناصر له كل المجد. آمين. الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، تتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ماجت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أكبر مشكلة تواجهنا وتواجه العالم اليوم وكل يوم هي نظرة كل واحد منا للآخر. نظرة سببت شرخ كبير في علاقاتنا الإنسانية مع بعضنا البعض، لأني من خلال نظرتي لك بيكون تعاملي معك. فإذا كنت أنظر لك باعتبارك أخ وشريك في الحياة، فبيكون تعاملي معك تعامل الإخوة. أما إذا كنت أنظر لك باعتبارك عدو لدود، فأكيد بيكون تعاملي معك تعامل الأعداء. فنظرة تعيشنا في حب وسلام، وثاني تعيشنا في حرب وخصام. ولله دور أساسي ومهم في تحديد كل نظرة وانعكاسها على حياتنا في الأرض. فكل إنسان ومن خلال تعاملاته مع الآخرين يعتبر ممثل شخصي لإلهه اللي يعبده، وكل واحد فينا يأثر في دائرته بحسب تأثير الله فيه. ولكل دين تأثير واضح على شعبه ومجتمعه وكل العالم حوله، وبحسب هذا التأثير سلبي كان أو إيجابي يمكن وبكل سهولة اكتشاف ثمر معرفتنا بإلهنا. فهل يوم عرفناه عم الخير وتقارب الناس وانتشر السلام، أو صاد الشر وعمت الحروب وسفكت الدماء؟ فمن خلال نظرتك لغيرك أقدر أقول لك من إلهك. فهل تنظر لغيرك على أنه أخ وشريك لك في الحياة، أو تشترط عليه يكون على نفس دينك ومعتقدك عشان ينول هذا الشرف الرفيع ويسلم هو وأهل بيته من حد سيفك؟ هل الآخر كافر عدو لله، دمه وماله وعرضه حلال، لا يملك نفسه ولا حريته وأنت واصي من الله عليه وعلى حياته؟ أو هو حر في نفسه وماله وتفكيره؟ عندما خلق الله آدم وحواء خلق لهم الأرض مسكن لهم، وأوصاهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الأرض واخضعوها. وكانت إرادته أن تنتشر الذرية وتعمر الأرض ويعم السلام. عشان كذا حرص الله على بناء علاقة قوية تربطنا إحنا البشر ببعضنا كشركاء في نفس المهمة ونفس الأهداف. لذلك ركزت تعاليم السيد المسيح على بناء علاقات قوية معاه ومع أنفسنا ومع الناس من حولنا، لأن كلنا شركاء في الأرض والحياة، ولكل منا واجب مقدس تجاه الآخر. فكانت أول الوصايا وأعظمها عند الله أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه الوصية الأولى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. والمقصود بقريبك في المفهوم المسيحي هو كل إنسان غيرك أنت، يعني كل الناس، البعيد والقريب، المسيحي والغير مسيحي، المرأة والرجل، حبيبك أو عدوك، اللي تعرفه واللي ما تعرفه، من دمك أو غريب عنك، زميلك أو جارك، جارك السابع أو حتى جارك المية. يعني في المسيحية كل الناس أهلك وأخوانك، والعلاقة ما يحددها قرب أو دم أو تشابه أو معتقد أو دين. فكل الناس أخوة طالعين من نفس البيت ولهم نفس الإله. ما في شيء اسمه أخوك المسيحي أو المسيحي للمسيحي كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكل الناس أخوة، كل الناس أقرباء، وحتى لو كنت في نزاع مع أحد فهم يعتبر أخوك، ولا حق عليك إنك تحبه وتباركه وتصلي من أجله وتتواضع له وتكون صادق وأمين معاه، تسامحه وتغفر له كل زلاته
وتهتم بحياته وتقدمه حتى على نفسك وتحبه وتحب كل الناس. لا تخاصم ولا تكره ولا ترفض ولا تقتل ولا تسلب ولا تكفر. وحتى كلمة صغيرة إذا بتزعل أحد إخوانك منك فبلاه، لأنهم إخوانك اللي المسيح حبهم مثل ما حبك وفداهم مثل ما فداك. وكذا بس تكون ابن حقيقي لأبوك السماوي، تنشر السلام وتكون أخ محب لإخوانك. ودائما تذكر كلام المسيح لنا: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأبرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. هذا هو قانون المسيح في التعامل مع الآخرين. وبكذا أوصانا كبشر أن نحب بعضنا بعض وبنفس المحبة وتنفيذ لوصية السيد المسيح. أدعوك أخي، أدعوك اليوم تتعرف عليه وعلى تعاليمه وتقبل عطاياه ونعمته، فتخلص أنت وأهل بيتك. فالله بيسألني عنك مثل ما سأل قابيل عن أخوه وقال له: أين قابيل؟ أين هابيل أخوك؟ أتمنى من الله أن يملأ قلوبكم محبة للآخرين، محبة تطرد الكره والشر والحقد، محبة تكون لكم نور وحياة، محبة تغير حياتكم، محبة تهزكم من الداخل، وبالمحبة ألقاكم الأسبوع الجاي على خير وفي أمان الله.